بكم من جديد. أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن رئيس الجمهورية قرر تخصيص 500 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لتطوير منطقة الدويقة على أن يبدأ العمل بشكل فوري وينتهي خلال سنة. جاء ذلك خلال تفقدي لحي الأسمرات بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة برفقة وزراء التنمية المحلية والتطوير الحضري والعشوائيات والإسكان ومحافظ القاهرة، وذلك لمتابعة مشروع الإسكان الذي تتم إقامته لتسكين قاطني المناطق العشوائية والتي تمثل خطورة على سكانها وعلى رأسها منشية ناصر. والإسراع بخطة سريعة جدا تنتهي خلال عام من العشوائية بتاعت الدويقة، وانه اكد بوضوح بايجاد السكن الملائم، مساحة ملائمة، خدمات، ايضا مصادر للعمل في هذه المناطق بحيث انه يبقى في مجتمع كامل ومتكامل. كما أكد محلب على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالمناطق الأكثر احتياجا والأحياء الفقيرة، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين. جاء ذلك خلال تفقدي برفقة محافظ القاهرة لأعمال التطوير التي يتم تنفيذها بشارع مؤسسة الزكاة بحي المرج بمحافظة القاهرة. وعلى جانب آخر، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء السفير حسام القويش أن نقل 70 أسرة من منشأة ناصر بعد وقوع صخرة تزن طنين من أعلى هضبة المقطم حال دون المزيد من الخسائر. قال القويش إن هناك حصرا لمختلف المناطق العشوائية في إطار تصنيف المرحلة الأولى، والتي تتمثل في عشوائيات غير آمنة وخطيرة على السكان القائمين فيها. كما أكد أن الحكومة تعمل على نقل عشرات الأسر من منشأة ناصر إلى مناطق آمنة، وأوضح أنه لا يوجد خطر حاليا على من يوجد بالمنطقة. العشوائيات.